تاع هند هيام، فما خصنا الا نصلوا صلاه الجنازه على ريوسنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الغاليات والاخوه الكرام، كيف ما تتعرفوني المواضيع ديالي دائما بعيده كل البعد عن التفاهه، واخا يدخلوها انت عشرات الناس باركت عليا. الهدف ديالي هو نوصل الرساله ديالي وتنكون ناعسه ومرتاحه وتنقول الحمد لله وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى انني قدرت نوصل واحد الرساله نقيه بعيده كل البعد على شي حاجه اللي غادي نتسال عليها غدا قدام الله، وتكون القناه معايا وليس علي، لان القناه اما تكون لك او عليك. هادشي اللي بخصكم ديروا، اللي بغى يفتح قناه، اللي بغى ربي سبحانه وتعالى يرضى عليه، ما يكونش الهدف الاسمى هو لادسنس. وهانتوما كيف ما تتشوفوا اخواتاتي العزيزات وهي الغاليات، تتشوفوا لادسنس عمل عينين. الناس ولات تفكر غير كيفاش انها تدير المحتوى باي طريقه كانت، ومع من ما كان، هو ما تيهموش شنو بغى يقولوا الناس، وانما الهدف ديالها يطلع القناه ديالها ولا يطلع القناه ديالو مع هيام ولا مع غيره، هو ما على بالوش. المهم هو بغى في اخر الشهر يمشي يجبد ديك البركه اللي بتلوح ليه القناه اللي بيلوحوا ليه في اليوتيوب، ولاد سنس هي اللي مكلفه بهذا الشيء. اذا هذا الشيء عيب وعار، عيب وعار اننا وصلنا لواحد المرحله اللي تضر في القلب. علاش انتم كمنبر اعلامي اللي تيقولوا حنا بغينا نحاربوا التفاهه، علاش ما تهضروا لنا على بلال اللي في وجده، داك الشاب الصغير اللي اختار علينا في كوفيد، اختار علينا واحد النظارات ديال يعني النظارات اللي عندها علاقه بكوفيد، كيفاش وعلاش، وشرح لينا علاش اخترعهم واختار علينا لواحد اليد الاصطناعيه، وقال لك هادي بغيت الشركات يدخلوا ويديروا على دوك الناس اللي ما عندهم اليد، واختار علينا واحد الاله ديال الروبو. علاش بحال هاد الشاب هذا اللي عنده ما يتقال، علاش ما تطبلوا به وكل شيء يتكلم عليه، ولا هذا ما غاديش يدخل حد يشاهدوا؟ هنا تيبان لينا مادام الناس مازال ما وصلت انها تشوف وتحكم نفسها، واخا يكون هيام ولا يكون لي غيرها، ما خصنيش ندخل عندها، لان بديك النقره ديالك تتخليها بالمشاهده ديالك انت وانتي وانتي، تتقول بلاتي نتفرجي شويه كك راهي رابحه معاك، واخا تفرج فيها شويه راه تتحسب لها المشاهده، لان هي قناتها وصلات. علاش نتوما ابعد الناس المغاربه ديالي الاعزاز علينا ما تتكتبوش في التعليقات ديالكم وتنددوا ان يكفي من التفاهه، مادام تلقاو واحد القناه تافهه تتوصل في دقيقه ما عرفتش شحال من المشاهده، فهنا تندير تقييم الوعي المغربي. الوعي المغربي ديالنا بعض الناس ماشي كلشي، خصنا نرجعوا نفوسنا ونوقفوا مع الذات ديالنا. راه اي حاجه اي وقت تضيعوا انك تتفرج بحال هادشي راه ستسأل عنه يوم القيامة. أنا ماشي جيت ندير الموعظة، أنت حر وأنت حرة، ولكن هكا بالمشاهدة ديالك تتساهم أن تفاهة هي اللي تسيطر لنا على اليوتيوب المغربي. علاش ما تتشجعوا شي وحدة تدير لك الصناعة التقليدية وتقول لك هادي كيف الصيف الكروشي وكيفاش تدير راندا، وتخليك أنت يدا عندك واحد مدخول في الدار، علاش ما تتشاهدوا ليها وتهضروا عليها في القنوات وفي المنابر الإعلامية؟ علاش انت كمنبر اعلامي لقيتي ذاتك في هذا الموقع الاحمر، وقدرتي انك تدخل واحد المبلغ مالي مهم في اخر الشهر، علاش ما تتحاربوش التفاهه بمعنى الكلمه؟ ماشي اليوم انا محاربها وغدا ندير معاها استجواب ونقول بانها راها مريضه، راها تتاكل الدواء. بحال حنا دابا شحال من جرائم عندنا تيوقعوا في المغرب وتيقول لك لا راه مريض نفسي، وها اللي قتل شي واحد نقولوا حنا راه مريض نفسي، وها اللي تتزوج لينا كل شهر بواحد نقولوا راه مريضه نفسيا. الا كانت مريضه نفسيا الدور ديالك كمنبر اعلامي تحميها، جيب لها الجمعيات، ودوك الناس اللي دايرين بها يجمعوا لها يجيبوا لها الجمعيات اللي توقف معاها، الجمعيات اللي احتضنوها ماشي اللي استغلوها وتصوروا معاها ويديروا معاها المباشر وتطلع لهم المشاهده. هي ما عليها حتى ذنب من واحد الناحيه، لو لقات لي وجهها وقولها ويحبسها على حدها غادي تسنط، ولكن مادام تتصفقوا ليها وتتقولها برافو عليك، ماشي تتقولها لها عن طريقه مباشره، وانما ملي تتشوف هي المشاهده طلعت تقول واو غدا نعاود تاني نتزوج،
اليوم تزوجت بواحد عنده 18، غدا غادي نتزوج واحد عنده 100 عام، وهكذا ودواليك تتستمر هي في اختراع انها لقات هذا المسلسل ديال الزواج وطلاق اكبر حاجه اللي غادي تدخل ليها الربح في القناه، مع العلم ان الزواج ميثاق غليظ. وشوفوا الايات القرانيه وشوفوا الاحاديث كثار في القران جاب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الميثاق الغليظ اللي هو العقد ديال الزواج ما احترموش ولاو تيتجرؤوا عليه ولاو يبيعوا فيه ويشرو كي تنقولوا. لاش هاد الشيء لاش وصلنا؟ لاش حنا فين غاديين حنا بهاد المزاله؟ فين غاديين حنا في هاد اليوتيوب بهاد الطريقه هادي؟ اننا وليداتنا غادي يضيعوا لينا. الا كنت انا زدت راسي الحمد لله لانني مرضيت الوالدين وقدرت انني نحمي نفسي، فراه غادي يكونوا حفادنا ويكونوا وليدات وليداتنا، كيفاش غادي نحموهم من هذا الوسخ؟ حنا ما حنا تنقولوا الله يحسن العوان لهيام، حنا ماشي تنشفوا فيها، وانما بغينا شي واحد اللي يردها ويردها بطريقه حنينه ويبعدها عن هاد المواقع اللي تيستغلوها وخلوها تراجع نفسها. الدور ديالنا حنا ماشي اننا نطبلوا بها ونشاهدوا ليها، الدور ديالنا هو نعتقوها، لان لا الى الى حرب الى عالجتي هيام غادي ان شاء الله شحال من وحده غادي ترجع للطريق بعد ما كانت خارجه الطريق، منين تشوفها تابت توبه نصوحه. وكل شيء ممكن، حتى شي حاجه ما صعيبه عند الله، بالقلب ديالك انت وبقلبك انت يا العزيزه اللي قرب لهيام ما تستغلوهاش وتفتحوا قنوات وتقولوا لها اجي انا عزوزتك وانا الزوج ديالك وانا صاحبتك باش انت تطلع لادسنس. عيب وعار، راه كلشي غادي يبقى هنا، راه كلشي غادي يبقى هنا، ما غادي معك حتى قنات ولا حتى حاجه، ويوم القيامه لا يزول، ما غاديش يحيد الرجل ديال بنادم عن الصراط حتى يسال المال ديالو فين منين جابو فين نفقو والوقت ديالو فين دوزها والصحه ديالو. هادشي راه كلشي تتعرفوه نتوما، ولكن خصنا تطبيق اخوتي العزاز. انا والله ما تنشوف هاد هيام ولا اللي يجي منها ما تنشوفوش بالمره، ملي تنشوف تنقول الله يهدي النفوس ترجع لله سبحانه وتعالى، ولكن العناوين بخط عريض هي اللي تتخليني تتل الانتباه ديالي وتنشوف العناوين فقط، ومن تماك تندير خلاصه ان اليوتيوب ديالنا المغربي في حضيض. الا ما جيتي انت وانتي تكلموا ونعتقوا، فراه غادي تكون واحد الروينه اللي غادي نخلصوا الضريبه ديالها من بعد. كل الحب والتقدير للجميع. نتمنى تكون رسالتي فهمتوا شنو بغيت نقول لكم. والله يهدي ما خلق، والله يجعل هاد القنوات يفيقهم القلبه، ودرهم الحلال تيتمر فيه الله، ودرهم الحرام تيجيب وتيحصد كل شيء اللي كان، وفتلي لا بابا لا نعيله. تحياتي واحتراماتي.